السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء العاشر من كورس تعليم الهندسة الالكترونية. مبدئيا كده انا بتأسف لحضراتكم على تأخير الكورس وخاصة الحلقات المميزة دي، بس احنا بنحاول نجيب افضل ما عندنا علشان المعلومة توصل لحضرتك كاملة متكاملة، بحيث انك بعد ما تخرج من الفيديو ده ما تدورش على اي معلومة مرة اخرى تكون متعلقة بهذا الموضوع. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن العناصر الالكترونية العادية والمكونات اللي من نوع الـ SMD، وعرفنا قد ايه ان فكرة العناصر اللي من نوع SMD بتوفر مساحة كبيرة في البوردة. لكن موضوع حلقة النهاردة بخصوص المكثف مش المكثفات. الله، طيب وايه الفرق يا هندسة؟ هقول لك يا صديقي، الفرق ان المكثفات انواعها كتيرة جدا واستخداماتها متعددة، وعشان كده النهاردة هنشرح المكثف الالكترولايتي او المكثف القطبي، وده اشهر مكثف هيقابلك على البوردة. وزي ما احنا شايفين مع بعض في الكورس الجميل ده، اي عنصر الكتروني هيقابلنا هنشرحه بالتفصيل. وطبعا اخر عنصر الكتروني قابلنا وقفنا عنده هو المكثف الالكترولايتي، وده كان بعد دائرة التوحيد مباشرة. طيب بص كده معايا على الباور ده اهو، دي هي المكثفات الالكترولايتية، موجودة في كل مكان في البوردة مهما كان نوع البوردة، فدائما هتلاقي فيه مكثف الكترولايتي من المكثفات اللي معانا النهاردة. يتم تعريف المكثف على انه احد مكونات الدائرة الكهربائية والالكترونية الذي يقوم بتخزين الشحنة الكهربائية لفترة من الزمن، ثم يقوم بتفريغ هذه الشحنة في حال وجود دائرة متصلة بموجب وسالب المكثف، كما يمكن اعادة شحنه مرة اخرى وتفريغه وهكذا. طيب اولا المكثف الالكترولايتي اللي هو ده يعني بيستخدم في دوائر التيار المستمر وفي دوائر التنعيم. هنا عندنا سؤالين مهمين جدا جدا، الاول يعني ايه مستقطب، والسؤال الثاني يعني ايه يستخدم في التيار المستمر. نجاوب كده على السؤالين دول علشان نفهم كويس. يعني ايه مستقطب؟ تعالى كده بس هوديك في حتة صغيرة خالص. هنا شايف المكثف ده اهو، ده مكثف بس مش مستقطب. بمعنى ايه؟ بمعنى كده انك هتفترض معايا، هنفترض يعني ان هو ده المكان، تمام، المكان ده الخاص بالمكثف ده، انا بدي لك مثال، وهنا ادي نقطة الاتصال، نقطة اهي ونقطة اهي، يعني لو عايز اوصل المكثف هوصله بالطريقة دي كده. هنا في المكثف ده بقول لك ان هو مش مستقطب، ده معناه ايه؟ معناه انك لو ركبته بالشكل ده او عكست الاطراف وركبته كده مفيش اي مشاكل، المكثف هيشتغل معاك طالما هو نفس نوع المكثف اللي المفروض هتركبه ونفس القيمة بتاعته. في برضو نقطة كمان عاوز يعني افتكرها، يعني هكتبها دلوقتي هنا كده، اللي هو يعني ايه ازاي اقدر اخد بديل للمكثف، يعني هل في بدائل للمكثف انك تركب مكثف بقيمة اخرى ويشتغل ويبقى مفيش مشاكل ولا لا؟ ده سؤال برضو لازم نجاوب عليه، ده غير كمان ان هخليك تعرف ايه اكتر الاسباب اللي المكثف بيتلف بسببها، وازاي كمان تقدر تكشف العطل ده، او بمعنى اخر تفحص المكثف وتعرف اذا كان تالف ام غير تالف. ما تقلقش، كل حاجة هتعرفها النهاردة، انا معاك مش هسيبك. نيجي بقى هنا للموضوع بتاعنا او السؤال بتاعنا عشان ده مهم جدا. زي ما احنا قلنا دلوقتي ان المكثف ده مش مستقطب. طيب تعالى كده نشوف المكثف بتاع حلقة النهاردة واللي هو مستقطب. بص كده يا صديقي، هنا كان المفروض بيكون في مكثف راكب على هذا المكان، والمكثف ده مستقطب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ليه موجب وليه سالب، هو مكون من طرفين. يعني لو جينا على اي مكثف من المكثفات اللي معانا دي ومسكناه بالشكل ده وهنبص على المكثف، هتلاقي معايا كده شريطة باللون الابيض، وهي دي اللي بتمثل سالب المكثف. ما هو ناحيتها كده هتلاقي في طرف اهو، هنا في طرف، ركز معايا كده اهو، صح؟ طيب المكثف ده برضو هتلاقي ناحية الشريطة اللي باللون الابيض طرف. طب الطرف التاني ايه؟ مش محتاج كلام، موجب خلاص، ما طالما ده هو السالب يبقى التاني هو الموجب. طيب نشوف المكثفات التانية اهو. طيب هنا بقى في سؤال تاني، هل اختلاف الوان المكثفات بيفرق؟ يعني مثلا لو المكثف ده باللون اللي احنا شايفينه ده، اللون اللبني ده، وجبنا مكثف تاني باللون الازرق بس هما الاتنين نفس القيمة، هل ده هيديني اختلاف في الوظيفة؟ الاجابة طبعا لا. ليه؟ لان طالما نفس القيمة يبقى مفيش اي مشكلة نهائي من وظيفة المكثف.
طيب عشان برضو ايه ممكن دي تيجي في دماغك فتشتت تفكيرك، انا عايز الم كل حاجه كده عشان ما بيبقاش في وجع دماغ، يعني تبقى دماغك رايقه كده وفاهم احنا بنتكلم عن ايه. طيب كده خلاص انا عاوز اركب المكثف، وليكن مثلا يعني ان المكثف ده هو اللي المفروض هيركب هنا في البورده دي، هركبه ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. بتيجي على الشريطه اللي ممكن تلاقيها مرت بلون مختلف، يعني كانت معانا هنا باللون الابيض اهي، هنا بقت موجوده باللون الاسود، برضو هو الطرف اللي عندها اللي بيمثل سالب المكثف. حلو الكلام. في حاجه تانيه وهي بتكون يعني متعلقه بالمكثفات الجديده، ان الطرف السالب بيكون اقصر، ها اقصر اهو، من الطرف الموجب. ولو ركزت معايا كده هتلاقي ان الطرف ده قصير عن الطرف التالي، ولكن انا مش عايزك يعني تشغل بالك بالحته دي، لان في مكثفات بتبقى جالك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. يبقى لما احب اركب المكثف ده في مكانه فهبدا اركب الطرف السالب اللي انا عرفته، سواء كان باللون الاسود باللون الازرق باللون ايا كان اللون، خلاص هو ده سالب المكثف، هركبه مع النقطة اللي عند السالب. شايف اللون الابيض ده، الحاجة او المكان اللي باللون الابيض ده هو ده سالب المكثف. مرات في مكثفات اخرى بتلاقي الموضوع مختلف، ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن تلاقي مثلا هنا مكتوب الشحنة، يعني مكتوب مثلا هنا عند الموجب مكتوب علامة ايه؟ الموجب الزائد يعني، تمام؟ وهنا ما تلاقيش حاجة. ممكن مثلا تلاقي برضو الموضوع مختلف شوية كمان، زي ايه؟ زي انك بتلاقي المكان اللي فيه السالب اهو ده في المكثف ده مثلا، هتلاقي هنا شروط بالطول، يعني مثلا ايه بيقسم لك الناحيه او الجزء السالب وبيعمل لك عليه شروط بيضاء، شروط بيضاء، بحيث ان هي دي اللي بتمثل ايه؟ بتمثل سالب المكثف. ولو ركزت معايا هتلاقي بص من هنا كده اهو الشروط البيضاء بادئه من هنا وانتهت ايه؟ وانتهت هنا، والمكثف راكب بالظبط كده على ايه؟ على اتجاه السالب، لان هو كده راكب بشكل صحيح وكويس جدا. طيب كده احنا عرفنا يعني ايه مستقطب. نجاوب بقى على السؤال الثاني، يعني ايه التيار او يستخدم في دوائر التيار المستمر؟ هجاوبك بقى على السؤال ده وبكل بساطه. مبدئيا كده لو انت شفت الفيديو اللي كان متعلق بدائره الحمايه ودائره التوحيد، وخاصه دائره التوحيد، يبقى انت عارف وفاهم يعني ايه تيار مستمر. ولو انت ما شفتش الفيديو ده اتمنى تراجعه، لانه فيه مميزات وفيه تفاصيل كتيره جدا جدا لازم تكون عارفها، ولكن انا هختصر لك دلوقتي السؤال ده علشان تبقى فاهم اجابته وتبقى مكمل معايا كويس. بص بقى كده يا صديقي، احنا عارفين ان الجهد لما هيدخل من هنا هيدخل اي سي متردد، بيمر من خلال فيوز وعدد اتنين ملف، والاتنين ملف دول بيكونوا مدمجين في ملف واحد. حلو الكلام. بيخرجوا معاك على دائرة التوحيد اللي بتكون مكونة من أربع موحدات سيليكون، موحدات مصنوعين من مادة السيليكون، والموحدات دي مرات بتلاقي في بعض الدوائر أو بعض الأجهزة مش موجودين، ولكن بيبقى موجود بديل ليهم حاجة اسمها قنطرة التوحيد. وقنطرة التوحيد أشهر شكل ليها هو الشكل اللي حضرتك شايفه ده، ودي بتكون مكونة من أربع أطراف. سيبك من الحاجات اللي أنا مركبها دي خالص، المهم يعني إيه طرفين اللي في النص داخل والطرفين التانيين خارج، دول بياخدوا اللي في النص بياخدوا اي سي متردد وبيخرجوا لك دي سي مستمر، بحيث ان يكون في شحنه موجبه لوحدها وشحنه سالبه لوحدها، مش مختلطين في بعض زي الطرفين اللي داخلين. ونيجي بقى هنا للمكثف ونبقى فاهمين احتياجاته الاساسيه انه لازم يركب في دائره التيار المستمر. وانا بتكلم عن المكثف القطبي، ما بتكلمش على اي مكثف تاني غيره. نلاحظ مع بعض هنا في نقطة وهنا في نقطة، دي النقطة السالبة، بمعنى ان دائرة التوحيد بتخرج الشحنة السالبة على النقطة دي وبتخرج الشحنة الموجبة على النقطة دي او الطرف ده، ومن هنا يبدأ المكثف يشتغل ويقوم بوظيفته بشكل سليم. خد بقى الفكرة البسيطة دي، بص بقى كده يا صديق، المكثف شبيه الى البطارية، ولكن الموضوع بيكون مختلف بشكل بسيط. بمعنى ايه؟ هبسطها لك. المكثف طرف السالب بيكون مشترك مع شبكة الأرضي اللي موجودة في الدائرة، أما طرف الموجب بيكون موجود لحاجة أو وظيفة معينة. ما هو علشان يعني أنا هدي لك مثال بسيط، لو أنا عاوز أشغل منظم جهد علشان المنظم ده يخرج لي قيمة معينة، يعني على سبيل المثال هيخرج لي 5 فولت دي سي، فأنا هضطر أركب مكثف علشان يعزز الجهد والتيار اللي داخل للمنظم، بحيث إن المنظم ما ياخدش اقل من الجهد اللي هو عايزه، بحيث ان لو حصل انخفاض في الجهد اللي داخل للمنظم
يبدأ المكثف يفرغ الشحنة اللي داخله بحيث انه يعوض المنظم عن ايه؟ عن الشحنة اللي فقدها. تعالى كده نشوف الدائرة دي، دائرة صوت. حلو الكلام؟ دائرة صوت. هنفترض مع بعض كده ان داخل عندي جهد، قيمة الجهد ده 7 فولت او 8 فولت. ما هو انا علشان اشغل الدائرة دي، الدائرة دي بتشتغل بخمسة فولت، لازم تاخد 5 فولت وتكون الخمسة فولت ثابتة ما تنقصش نهائي. ده علشان الدائرة تشتغل بشكل طبيعي وتقوم بوظيفتها بدون اي مشاكل. فلو انا جبت الستة فولت او الثمانية فولت من المحول او من المصدر ايا كان يعني، ومفيش مكثف على الخط، هنا في حاجة لازم هتحصل. ايه الحاجة اللي هتحصل دي؟ هيحصل وليكن مثلا انخفاض، تمام، في الجهد او في الكهرباء بشكل عام. فهنا بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى انخفاض لمين؟ ها؟ لهذه الدائرة. فانا مضطر اوضح لك الموضوع ابسط شوية. طالما الجهد اللي داخل من المحول 8 او 9 او حتى 12 فولت، خلاص فانا هضطر احط منظم جهد علشان ما يخرجش ازيد من 5 فولت اللي هتشغل الدائرة. ما هو الدائرة دي 5 فولت، فانا جبت منظم جهد قيمته 5 فولت. خلاص ال 12 فولت هتدخل على المنظم 12، هتخرج من المنظم ها كام؟ 5 فولت بناء على قيمة المنظم نفسه. ال 5 فولت هتروح معايا على مين؟ على الدائرة. هنا المحول، المحول اللي بيدي المنظم هو واخد من المصدر او من الكهرباء اللي في المنزل. فطبيعي ممكن في جزء من الثانية يحصل انخفاض في الجهد، انخفاض بسيط جدا. الانخفاض ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى انخفاض في الجهد برضو اللي داخل المنظم. فالمنظم هيدي برضو انخفاض للجهد اللي ايه؟ اللي داخل للدايرة. او انقطاع لحظي، يعني انقطاع في الجهد اللي داخل، يعني انقطاع سريع جدا جدا ورجوع مرة اخرى. ده في العام هيؤدي الى ايه؟ الى تقطيع في الصوت، هيخلي الدايرة ما تشتغلش بشكل صحيح. فهنضطر نحط مكثف. المكثف هيعمل ايه؟ طرف منه هيكون مشترك مع الارضي اللي رايح للدايرة ورايح للمنظم وجاي من المحول. حلو؟ لطرف الارضي. اما طرف الموجب هيكون موجود على نفس المسار اللي رايح لموجب مين؟ لموجب منظم الجهد. فبالتالي الكهرباء اللي داخله رايحه على نفس المسار، مسار موجب المكثف نفس المسار عليه مسار موجب دخل، يعني دخل ايه؟ دخل منظم الجهد. هنا هيجي الحاجه المهمه جدا جدا واللي كلنا مستنيينها. الكهرباء هتكون بشكل سريع دخلت للمكثف وشحنت المكثف بالكامل. هنا المكثف طول ما هو مشحون وطول ما الكهرباء زياده وطول ما مفيش اي انخفاض ولا انقطاع، فالمكثف شاحن، يعني الشحنه بتاعته تمام، مفيش اي مشكله. بمجرد ما يحصل انخفاض في الجهد اللي داخل، هيحصل على طول تفريغ في الشحنه كلها مره واحده علشان تعوض العنصر او المنظم. لو احنا بنتكلم يعني بشكل يعني خاص عن المنظم، هيحصل ايه؟ تفريغ، بحيث ان المنظم هياخد او هيعوض الشحنه اللي هو فقدها من مين؟ من المكثف. فالمكثف هيبدا يعوض المنظم على الفولت اللي هينخفض بشكل متكرر. يعني ايه؟ يعني هتلاقي فيه هنا عمليه شحن وتفريغ، شحن وتفريغ، شحن وتفريغ. فالمكثف هيبدا ينعم الجهد اللي داخل لمين؟ للمنظم. وهنا يبدا المنظم يشتغل ويقوم بوظيفته بدون اي مشاكل، والدائره تبقى واخده الجهد بتاعها من غير ما تحس باي توتر ولا اي مشاكل نهائي. وهي دي وظيفه المكثف. احنا لو رحنا رفعنا المكثف من مكانه، الدائرة هتشتغل عادي والجهد هيدخل عادي، ولكن الدائرة نفسها مش هتاخد الجهد بتاعها بشكل منتظم زي ما احنا عايزين. ولكن لو رفعت المكثف، احنا قلنا ان نفس المسار بتاعه موجود. تعال لنا كده على الدائرة دي او الباور ده، احنا مش قلنا ان ده مكثف؟ حلو. هنا ظهر ايه؟ ظهر البوردة. نلاحظ مع بعض ان الطرف ده والطرف ده هم اطراف مين؟ اطراف المكثف. اهو دول اطراف ايه؟ اطراف المكثف. الطرف ده هو الموجب. انا حاليا رافع المكثف من على البوردة، او المكثف مش موجود على البار نهائي، ومع ذلك الجهد عادي مفيش اي مشكلة خالص داخل اهو من ناحية الموحدين. دول الموحدين اللي المفروض بيخرجوا الشحنة الموجبة عشان يوصلها لك على نفس المسار او المسار ده يعني، تمام. اهو احنا رفعنا المكثف وما زال المسار موجود، مفيش اي مشكلة. اهو المسار موجود ورايح الجهد او الكهرباء رايح على مين؟ على محول الشوبر. والمكثف برضه مش موجود، ولكن دور المكثف انا قلت لك عليه من شويه، ان هو دوره مهم جدا جدا. من الاخر كده بيخلي الدايره تحس بقيمتها. طيب حلو قوي، لحد هنا وانت تمام قوي. تعالى كده اوصل لك المعلومه بشكل كامل جدا جدا من الشرح البسيط اللي هعمله دلوقتي
على جهاز الكمبيوتر. يلا بينا. مبدئيا كده انا عاوزك تركز لي كويس جدا جدا في موضوع التردد اللي حضرتك شايفه ده. شايف الحاجه اللي باللون الاصفر دي؟ السهم اللي بالطول ده او الخط اللي بالطول وفي خط كده بالعرض. الخط اللي بالعرض ده يا صديقي هو اللي بيفصل ما بين الشحنه الموجبه والشحنه السالبه. وهنا زي ما احنا شايفين كده ده ترانس. الترانس ده بياخد 220 فولت او ده دخل. ال 220 فولت بياخد تيار متردد، وده هو شكل التيار المتردد او شكل الموجة المترددة قبل ما تدخل الى الترانس. بعد كده بيظهر معاك شكل الموجة بعد الترانس. طب ايه الاختلاف؟ ما هي هي الاختلاف، وهو ان قبل الموجة الجهد بيبقى مرتفع. ملاحظ معايا كده في ارتفاع هنا في الجهد، يعني هنا بص ده موجب وطالع بشكل مرتفع ونازل الى الاسفل خالص وتغير الى السالب وهكذا. الموضوع ده بيحصل من 50 الى 60 مرة في الثانية الواحدة. طيب هنا الاختلاف ايه؟ الاختلاف برضو هي نفس الموجة، يعني اللي دخل AC متردد خرج من المحول AC متردد ايضا، يعني مفيش اي اختلاف في نوع الجهد، ولكن القيمة هي اللي اختلفت هنا. قيمة الموجة هنا اختلاف القيمة اللي موجودة هنا. نلاحظ مع بعض كده هنحط حاجة اسمها بريدج او قنطرة توحيد، وزي ما احنا شايفين كده مكونة من اربع موحدات. هنا القنطرة دي وظيفتها عارفين كويس جدا ان وظيفتها زي ما قلنا من شوية ان هي بتاخد الـ AC او بتحول الـ AC الى DC. نلاحظ مع بعض ان الطرف ده داخل للقنطرة والطرف ده داخل للقنطرة. هنا بقى طرف اللي هو ده خارج السالب، الشحنة السالبة يعني، والطرف ده او المجموع ده خارج الشحنة الموجبة. نلاحظ مع بعض كده هو ده شكل الموجة اللي بعد قنطرة التوحيد. ما هو الموجة دي قبل الترانز، الموجة دي بعد الترانز، الموجة دي بعد دائرة او قنطرة التوحيد. نلاحظ مع بعض هنا الموجب موجود، موجب فقط، موجب فقط، ولكن لسه في مشكلة موجودة معانا. طب يعني ايه الاختلاف اللي حصل من القنطرة؟ الاختلاف اللي حصل من القنطرة بكل بساطة ان هي وحدت الجهد، اصبح الجهد الموجب موجود موجب فقط لا غير، مفيش اختلاط من موجب للسالب. والدليل على كده ان الموجه ما بتنزلش اسفل الخط، اصبح ان الموجه موجوده تطلع موجب وتنزل صفر، مش بتنزل سالب، تطلع موجب قيمه معينه يعني وتنزل صفر وهكذا وهكذا، ولكن ما بتنزلش اسفل الصفر او ما بتنزلش اتجاه الشحنه السالبه. طيب ايه دور المكثف في الموضوع ده كله؟ بيركب مكثف هنا على موجب وسالب خارج قنطرة التوحيد. زي ما قلت لك ان هو ده الموجب اللي بيخرج من الاثنين دايت دول، اهو راح على موجب ايه؟ موجب المكثف. فين بقى السالب اللي انا قلته لك من شويه؟ اهو سالب المكثف اهو موجود على سالب خارج مين؟ ها خارج البريدج او القنطرة او دائرة التوحيد ايا كان. عايزك تركز لي هنا كده في الجزء ده. بص المكثف عمل ايه؟ المكثف هيعمل تعزيز للجهد، مش هيخليه يوصل للصفر تاني. بعد ما كان بيوصل للصفر هو كده مش هيوصل للصفر تاني نهائي. بص كده هو شكل الموجة بعد المكثف مباشرة، بتنزل الى قيمة معينة وبتطلع، بتنزل الى قيمة معينة وبتطلع، ولكن ما بتنزلش الى الصفر. نروح بقى للريجريتور او منظم الجهد نشوف شكل الموجة بعد منظم الجهد. ركز بس كده على طريقة التركيب. المنظم زي ما احنا شايفين كده ليه ثلاث اطراف، اللي في النص هو السالب، شايف السالب مشترك مع سالب المكثف زي ما قلت لحضرتك، ومشترك كمان مع سالب الدخل او المصدر اهو. سالب رايح معاك كده على ايه؟ على سالب المنظم. برضو السالب نفسه رايح معاك مره اخرى الى الجهاز المراد تشغيله اللي المفروض احنا بنشغله ب 5 فولت. نلاحظ مع بعض كده الطرف اللي على اليسار من منظم الجهد هو طرف الدخل، واللي بياخد الشحنه الموجبه اللي المفروض اصلا طرف المكثف موجب المكثف مشترك بيها على طول على منظم الجهد. ركز لي بقى كده هنا وشوف معايا شكل الموجه بعد منظم الجهد. اصبح ان الموجه خارجه معاك بشكل مستمر، ما فيش انخفاض نهائي. ليه؟ لان خلاص منظم الجهد اصبح ياخد الجهد فقط اللي هو محتاج يخرجه ومش هيزود عنه نهائي، هيخلي الجهد خارج بشكل منتظم جدا 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 زي ما احنا شايفين كده من شكل الموجة. اظن حضرتك فهمت كويس جدا جدا يعني ايه موجة. شوف الموجة كانت ايه هنا وشكلها كان عامل ازاي، وبعد اللي احنا عملناه وصلنا الى شكل مميز ودقيق جدا جدا. شايف الموجة
شايف حتى الجهد وصل معاك الى كام؟ الى قيمة 5 فولت، اللي المفروض المنظم 7805 اللي بيخرج 5 فولت، والخارج معاك هنا اصبح 5 فولت دي سي اوتو بوت. ايه رأيك بقى كده في اللي انت شفته من شوية؟ اظن بقى كده انت مالكش حاجة يا صديقي، بس يا سلام عليك لما تبقى مصحصح معايا وتقولي ما هي وحدة قياس المكثف، وكيف اعرف افحص المكثف واعرف اذا كان تالف ام غير تالف، وما هي بدائله. اهي دي الاسئلة ولا بلاش؟ تعالى كده اما اجاوبك بطريقتي. اسهل واسرع تشبيه للمكثف وهو خزان المياه. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لو معاك دلوقتي خزان مياه بالشكل ده، هنا المكان اللي المياه بتنزل منه، وهنا المكان اللي المياه بتدخل منه. سهلة وبسيطة، انت فتح الحنفية على نسبة مياه معينة، ودلوقتي الخزان مليان على نصه او ربعه او ايا كان، تمام؟ المياه اللي داخلة للخزان مفيش اي مشكلة، هي داخلة للخزان، بس المياه اللي بتنزل من الخزان دي نازلة منتظمة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو في حنفية فوق بتودي مياه للخزان نفسه، في حالة انك فاتح الحنفية اللي تحت بتاعت الخزان اللي المفروض بتنزل منه، فالمية اللي بتدخل الخزان لو انت ماسك الحنفية وبتتحكم فيها كل شوية بتفتح وتقفل تفتح وتقفل تفتح وتقفل، الطبيعي انك هتلاقي الحنفية نفسها اللي تحت شغالة بشكل طبيعي جدا جدا، ومش بتتأثر باللي بيحصل من الداخل او بيحصل في الحنفية اللي فوق، هي كده كده شغالة تمام. بس خليك فاكر ان قيمة المكثف نفسه في الخارج بتاعه بتكون محددة، يعني عمرك ما هتركب مكثف نفس قيمة الداخل، يعني المية اللي داخلة بنفس قيمة المية اللي خارجة، اكيد لا، لازم هيكون في اختلاف علشان الاستمرارية والمكثف يؤدي دوره بشكل واضح وصريح وبدون اي مشاكل. نروح بقى الموضوع، ما هي وحدة قياس المكثف؟ بكل بساطة لو معاك جهاز افوميتر زي كده، او جهاز افوميتر المؤشر ايا كان، يعني في قانون هنا اسمه قانون الفراد، يعني لو هنا دوسنا على الزرار ده مرة، في الثانية في الثالثة، هيظهر لي الـ NF، قانون ايه؟ الفراد، هو ده اللي بفحص من خلاله المكثف. يعني دلوقتي انا معايا مكثف هنا، الطبيعي طبعا خليك فاهم معايا عشان دي مهمة جدا، الفولت ما بيظهر لكش هنا على الافوميتر، يعني ما بيظهر لكش مثلا هنا 63 فولت، الافوميتر بيفحص معاك الميكرو اليو اف. يعني دلوقتي انا مثلا عاوز افحص المكثف ده، سالب الافوميتر على سالب المكثف، وموجب الافوميتر على موجب المكثف، وهبدا اعمل كده اهو، يعني دول سالب وده الموجب، وهعمل كده وهستنى شويه، طبعا هيبدا المكثف يقرا القيمه، وزي ما احنا شايفين كده ظهر معايا 953 يو اف تحت اهي عند البوينت يو اف. طيب هو 953 المكثف نفسه قيمته كام؟ 1000، قريبة جدا جدا، عدت 950 يبقى قريبة جدا جدا، مفيش أي مشكلة نهائي، المكثف ده سليم مفيهوش أي مشكلة. لو جينا مثلا على مكثف زي ده، تمام؟ آدي السالب أهو، وآدي الموجب. في ملحوظة مهمة جدا علشان الأفوميتر بتاعك ما يحصلوش أي مشكلة، لازم المكثف قبل ما تفحصه تبقى متأكد من حاجة مهمة جدا، وهي إنه يكون متفرغ من الشحنة بتاعته، يعني لو أنت رفعته من بوردة وعاوز تفحصه، حاول ان انت تفرغ شحنة المكثف، ما ينفعش تفحصه على الافوميتر وهو مشحون علشان ما يضرش الجهاز بتاعك، علشان بس النقطة دي توصل لحضرتك. سالب وموجب. في الحالة دي نلاحظ مع بعض ان الافوميتر مش قادر يقرا قيمة، مش قادر يقرا ايه؟ قيمة، ده معناه ان المكثف ده تالف، يعني بايظ. طيب هل ظاهر عليه علامة التلف؟ يعني هل منتفخ؟ منفوخ من فوق؟ في ترشيح في المادة بتاعته من تحت؟ انفجر؟ في أي حاجة بتدل على ان هو تالف؟ لا. الافوميتر بيقول تالف يبقى تالف، مفيش كلام تاني. طيب هنا في مكثف تاني اهو منفوخ اهو، ده مش محتاج اقول لك تالف، خلاص طالما منفوخ من فوق كده يبقى تالف. حلو، لو انا عايز افحصه، تعالوا كده نفحصه، نلاحظ مع بعض كده ان الافوميتر مش قادر يقرا قيمه المكثف، شايف كمان بيدي لك قيم او قياسات مختلفه، بيروح ويجي بيروح ويجي، وانا ايدي مش بتتحرك اهو. طيب هو قيمه المكثف ده كام؟ 680 ميكرو. حلو الكلام، يبقى المكثف ده وده قدرنا نعرف ان هما تالفين باستخدام جهاز الافوميتر اللي معانا. في اجهزه افوميتر مش بتفحص معاك المكثفات، يعني ليها قيمه او نسبه معينه في قراءه قيمه المكثف، وما يعني ما بتعلاش اكتر من كده، يعني ممكن تلاقي في جهاز افوميتر ما يقراش معاك ازيد من 220 او 250 او 300 ميكرو، اكتر من كده ما يقدرش، لكن في اجهزه زي مثلا الجهاز اللي معانا ده، جهاز كويس جدا بيقرا معاك القيم عاليه جدا. طيب ايه تاني المفروض نعرفه؟ احنا خلاص كده قدرنا نعرف ازاي نفحص المكثف وازاي
نعرف ان هو تالف ام غير تالف. تعال بقى كده ناخد اخر حاجة، اخر معلومة يعني قبل ما نقفل الفيديو، ما هي البدائل؟ هل في فعلا بدائل؟ طيب تعال كده انا هقولك على حاجة غريبة شوية. شاف التدريج ده؟ التدريج ده هو دي بدائل. الله، ازاي الكلام ده؟ هبسطها لك. ده مكثف 1000 ميكرو، وده 1000 وده 1000 وده 1000، نفس قيمة الميكرو، هو نفس القيمة، ولكن الاختلاف هنا في الفولت. يعني المكثف ده 16 فولت، والمكثف ده 25 فولت، والمكثف ده 35 فولت، والمكثف ده 50 فولت، والمكثف ده 63 فولت. عايز تفهم المعلومة دي كويس؟ صحصح معايا. فاكر لما كانت معانا الصورة اللي كان فيها منظم الجهد؟ طيب هنا الدخل اللي المفروض رايح للمكثف هو اللي انت بتقدر بناء عليه تحط مكثف. يعني ايه؟ يعني لو انت معاك دلوقتي مصدر دخل 12 فولت، ركز 12 فولت، يبقى لازم تحط قيمة مكثف اعلى من قيمة الدخل. يعني لو المصدر ده 12 فولت، ما ينفعش احط مكثف قيمته 10 فولت، لازم ازود شوية. طيب جهاز دلوقتي معايا وفي مكثف تالف، يعني مثلا دلوقتي انا رفعت المكثف ده من على اي بوردة، من بوردة يعني، والمكثف ده تالف. حلو؟ حلو. ايه البديل بتاعه؟ ما ينفعش احط 63 فولت، لازم اعلى درجة. الدرجة دي ما بتكونش مثلا ايه اللي هو رقم واحد، يعني مثلا ده 16 هتلاقي فيه مكثف 17، مفيش الكلام ده. هو يا اما 16 لاما 25، يعني الدرجة اللي بعدها على طول، اللي بعدها على طول 25، واللي بعدها على طول 35، واللي بعدها 50. تمام؟ طيب يعني المكثف ده رفعته من على بوردة ومش لاقي زيه عندي، ما ينفعش احط 10 فولت. طالما هو 16 ما ينفعش احط 10 فولت. خلي بالك هو بيبدأ معاك من اقل من كده، يعني مثلا اشهرهم من 10 فولت وانت طالع. طيب اعمل ايه؟ يا اما احط نفس قيمة المكثف اللي انا رفعته بالظبط من الفولت والميكرو، لا اما ازود في الفولت الميكرو، ولا ينفع اقلل فيه ولا ازود فيه، وخاصة في دوائر الكنترول. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش لا ازود ولا اقلل في الميكرو، اللي هو ايه؟ اللي هو الرقم اللي ناحيته كلمة اليو اف اهو، ده ما ينفعش اغير فيه. اغير في مين؟ في الفولت براحتي، ومش هغير للاسفل، اغير للاعلى، ومش للاعلى بدرجة كبيرة. زي ما بقولك ما ينفعش يبقى معاك مكثف 16 رفعه لسه من بوردة تالف، تروح حاطط مكانه مثلا 63 او 50. حلو؟ هتعمل ايه؟ هتحط مثلا 25. طب لو البوردة دي اللي بايظ فيها كان قيمته 25، هنحط الايه؟ ال 35 او ال 50 برضه، يعني قريبين من بعض. ال 35 هنحط مكانه 50. طب ال 50 يا 50 يا اما نحط مكانه 63 لو ال 50 يعني مش موجود. فدي البدائل اللي انت تقدر تعتمد عليها. طبعا ايه؟ مش شرط ال 1000 ميكرو، يعني ممكن مثلا لو انت رفعت مكثف 2200 من على بورده 2200، والمكثف مثلا ايه 16 فولت، عايز تحط 25 حط، بس اهم حاجه يكون برضو 2200 نفس المكثف اللي انت رفعته، يعني الميكرو ما يتغيرش نهائي. التغير في الجهد للاعلى، والاعلى درجه، ما ينفعش تنزل، ما ينفعش تركب مكثف 10 فولت مكان اللي كان راكب كان 16، ده خطا. ليه؟ لان المكثف في الحاله دي هينفجر. لانك لو ركبت مكثف مثلا، يعني دلوقتي احنا معانا البورده دي مثلا يعني فيها ايه؟ فيها مكثف 50 فولت بايظ، خلاص رفعناه هو 50 فولت، الجهد اللي بيمر من خلال المسار اللي احنا ذكرناه ده، انا بدي لك مثال، احنا ما بنتكلمش عن ده بالظبط، بدي لك مثال. المهم الجهد ده 50 فولت، هنحط 16 فولت. تمام، اول ما تحط المكثف الجهد اللي داخل او اللي هيطبق على المكثف اعلى من قيمه المكثف بمراحل، يعني 50 فولت هتدخل على مكثف قيمته 16، المكثف هينفجر في الحياه لانه مش هيتحمل. وفي الاخر رمز المكثف على البورده حرف السي، ايا كان نوع المكثف بيكون حرف ايه؟ حرف السي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء ده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه كتير. تابع باقي الحلقات اللي فاتت، اوعى تنسى ولا تفوت اي فيديو او اي جزء من اللي فاتوا، واستنى اللي جاي عشان اللي جاي افضل بكتير. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامة.